مرحبا بكم في المركز الرئيسي لمساعدة الوالدين في مقاطعة هانفر، المكان المناسب لمعرفة الأساسيات التقنية التكنولوجية للوالدين. في هذه الحلقة سوف نقوم بتعليمكم كيفية الاتصال بمدرستكم. سنوضح لكم كيفية إنشاء Power School, Schoology و eConnect. ما هو Power School؟ هو نظام إدارة أمور الطلاب الذي يساعدنا في جدولة المعلومات وتحديثها. بالنسبة للعائلات فهو المكان الذي يمكنكم من خلاله العثور على درجات الدروس، معلومات الواجبات المدرسية اليومية، وأيضا معلومات الحضور والغياب. سيحظى كل طالب في المرحلة الثانوية على اسم مستخدم خاص به وكلمة مرور فريدة خاصة به لمساعدته على تتبع واجباته اليومية وعلاماته. يجب على العائلات عدم استخدام حساب الطالب لأنه في بعض الأحيان قد يتسبب ذلك في قفل حساب الطالب بطريق الخطأ وعدم مقدرة الطلاب من تلقي المعلومات والتحديثات الضرورية من معلميهم. نحن نشجع الوالدين على إنشاء حساب Power School خاص فريد بهم. في البداية ستتلقى رسالة شبيهة من هذه الرسالة من أمين سجل مدرستك. يمكنك دائما طلب مثل هذه الرسالة. هذه الرسالة خاصة وفريدة لكل طفل، أما إذا كان لديك عدة أطفال في المدرسة فسوف تحصل على عدة رسائل. كل رسالة تحتوي على رمز خاص بكل طفل من أطفالك موجود في أسفل الرسالة. أولا اذهب إلى الموقع الإلكتروني hanover.powerschool.com للبدء في إنشاء حسابك الخاص. ستحدد علامة التبويب الثانية التي تنص على كلمة إنشاء حساب. ثم في الشاشة القادمة سوف تختار الزر الأزرق الذي يقول أنشئ حساب. أكمل تعبئة النموذج بإدخال اسمك، عنوان بريدك الإلكتروني، وكلمة المرور التي سوف تختارها. يجب على كلمة المرور الخاصة بك أن تتكون من 8 أحرف على الأقل، وأن تحتوي على حرف طويل، حرف قصير، ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة الموجودة على لوحة مفاتيح الحاسوب. قم بالتمرير أسفل الصفحة إلى حيث ترى جملة ربط الطالب بالصفحة، اضغط عليها. املأ اسم طفلك في المربع الأول، وباستخدام الرسالة المستلمة من أمين سجل مدرستك قم بإدخال رمز الوصول وكلمة السر الموجودة في أسفل تلك الرسالة. بإمكانك إضافة جميع أطفالك خلال نفس الوقت في نفس العملية، ثم قم بالضغط على كلمة ادخل في الأسفل لإنشاء حسابك. يمكنك أيضا إنشاء حساب Power School من خلال تنزيل تطبيق Power School على هاتفك أو جهازك الرقمي الآيباد. رمز الحي الخاص بمدرستك موجود داخل تطبيق Power School في الجانب الأيسر أسفل الصفحة، ولكن يجب عليك استعمال جهاز الحاسوب لتتمكن من الحصول على رمز الحي الخاص بمدرستك. ما هو Schoology؟ يستخدم المعلمون Schoology لنشر المواد الدراسية الخاصة بهم عبر الإنترنت، أيضاً توفير منتدى آمن للطلاب لمناقشة أفكارهم والتعاون على إنجاز المشاريع فيما بينهم، بالإضافة إلى تعيين وجمع الواجبات المدرسية اليومية إلكترونياً. يساعد الطالب على البقاء منظماً، ويساعد الطالب على البقاء متصلاً في واجباته اليومية القادمة وكذلك في إعلانات المدرسة والفصل. حساب Schoology الخاص بالأهل سوف يمنحك إمكانية الوصول إلى المواد والفصول التي التحق بها طفلك، ويمكنك من متابعة مهامه وواجباته القادمة، بالإضافة إلى إعلانات وتنبيهات المدرسة والفصل. الآن وبعد أن عرفت ما هو Schoology، دعنا نبدأ بإنشاء حساب خاص بالأهل. يوجد توجيهات مكتوبة خطوة بخطوة على هذا الرابط بيتلي. أرجو أن تتذكر أن هذا الرابط حساس لحالة الأحرف إذا أحببت أن تقوم بطباعته.
يبدأ إعداد حساب سكولوجي الخاص بك من خلال حساب باور سكول، ولكنك تحتاج أن تستعمل جهاز حاسوب وليس التطبيق الموجود على هاتفك. عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى باور سكول وفتح حساب الطالب الخاص بك والنزول إلى أسفل الشاشة من الجانب الأيسر، سوف تشاهد زراً يشير إلى سكولوجي. الرجاء الضغط واختيار هذا الزر. سوف تشاهد في وسط الشاشة رمز التفعيل الخاص بهذا الطفل. انقر الفأرة من الجهة اليمنى وانسخ هذا الرمز. قم بالضغط على الرابط الأزرق الموجود أسفل منه مباشرة. سوف ينقلك إلى شاشة إنشاء حساب سكولوجي. قم بإلساق حساب الطالب الخاص بك في المربع العلوي. حدد اسمك، ثم أضف بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك. عند الانتهاء قم باختيار كلمة تسجيل. عند تسجيل الدخول سيكون اسمك موجود في الزاوية العلوية، ويمكنك أن ترى أنه تم اختيارك. عندها ستشاهد علامة الصح الخضراء بجانب اسمك. اسم طفلك سوف يكون موجود أسفل اسمك مباشرة. إذا قمت باختيار اسمك يمكنك النزول لأسفل القائمة، وسوف تتمكن من اختيار اسم طفلك، وسترى أيضا علامة الصح باللون الأخضر بجانب اسم طفلك. أنت الآن تشاهد وتتصفح سكولوجي كما يشاهده طفلك، ويمكنك رؤية التقويم الخاص بهم ورؤية مهامهم وواجباتهم المدرسية اليومية. إذا كان لديك طفل آخر، ارجع إلى موقع Power School، احصل على الرمز الخاص بذلك الطفل، ثم ارجع لهذه الصفحة تحت اسمك في سكولوجي واختار كلمة أضف. سيمر الطفل الآخر بالخطوات نفسها كما هو موضح سابقا في عملية إضافة الطفل الأول، وهكذا سوف يصبح جميع أفراد عائلتك متصلين. لنتحدث الآن عن بوابة توصيل Blackboard. هو طريقة للتواصل بالهاتف أو البريد الإلكتروني، حيث يمكنك الحصول على التحديثات في المقاطعة وكذلك مدرستك الفردية. بإمكانك الحصول على تحديثات أسبوعية وتحديثات من مدراء المدارس الخاصة بكم، كما يمكنك الحصول على معلومات الطوارئ بالنسبة للمدرسة مثل إغلاق المدرسة أو أي معلومات هامة أخرى حدثت داخل مبنى مدرستك. من خلال هذا النظام يمكنك تلقي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والتنبيهات النصية. لإعداد حسابك يرجى الانتقال إلى موقع مدارس هانوفر العامة الإلكترونية hcps.us. بعد الانتقال إلى الموقع اختار أولياء الأمور والطلاب، ثم اسحب لأسفل إلى الخيار الذي يشير إلى الاشتراك في الرسائل. بمجرد وصولك إلى الشاشة حدد الزر الذي يشير إلى تسجيل الدخول. سيطلب منك تحديد اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بك وإنشاء كلمة مرور يمكنك تذكرها. ستحصل بعد ذلك على تأكيد يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني. افتح بريدك الإلكتروني وانتقل إلى البريد الإلكتروني من موقع Blackboard. حدد زر الارتباط الأزرق الذي قدموه لك. سيؤدي هذا إلى تأكيدك وإرسالك مرة أخرى إلى النظام، حيث ستختار أسئلة الأمان الثلاثة. مبروك، يمكنك الآن تسجيل الدخول. عند تسجيل الدخول ستحتاج إلى الاستمرار في تعيين تفضيلاتك. بمجرد دخولك إلى النظام يمكنك إضافة بريد إلكتروني إضافي وأرقام هواتف للتنبيهات النصية وتفضيلات اللغة إذا اخترت ذلك. سيطلب منك بعد ذلك تحديد مدرستك. لنبدأ باختيار المدارس العامة في مقاطعة هانوفر لتلقي جميع أنشطة التوعية. يمكنك أيضا اختيار أي مدرسة مرتبط بها، سواء كانت مدرسة ثانوية، متوسطة أو ابتدائية. سيظهر لك بعد ذلك الشاشة التي يمكنك من خلالها تأكيد جميع اختياراتك. إذا كنت ترغب في أي وقت في إلغاء الاشتراك في إحدى المدارس، أو إذا اخترت عن طريق الخطأ مدرسة أخرى، فيمكنك دائما الذهاب وإلغاء الاشتراك في تلك المدرسة.